وعلينا أن نتفقه في الدين في كتاب الله في الأحاديث النبوية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أحسن الله إليكم. هذه امرأة تقول: كثيرا ما تكون النصائح لأولياء الأمور بأن يمنعوا أبناءهم من جلساء السوء، ولكن لم نسمع من ينصح أولياء الأمور حول الفتيات وما يكون عندهن من الأخطاء من ما يتعلق بالجوالات وغيرها. نعم، هذا سؤال وجيه وتنبيه مفيد، ألا نركز على الأولاد يعني الأبناء فقط، بل البنات، لأن البنات الآن أصبحت مثل الأولاد، تخرج للدراسة، تخرج للأسواق، بل هي أكثر خروجا من الأولاد. أن تجد الأولاد أغلبهم ينام في البيت من التعب ومن، لكن البنت ما تنام، نشيطة في الخروج، والشيطان يزين لها ذلك ويدفعها إلى الخروج، فهي أولى وأجدر بأن يحافظ عليها وأن تناصح وأن تضبط، لأنها فتنة، فتنتها أشد من فتنة الأولاد. فينبغي التنبه للبنات، ويجب على ولي البنات أن يعتني بهن ويراقب وأن يراقبهن ويتابعهن، فإن الخطر عليهن أشد، لا سيما في هذا الزمان الذي كثر فيه الاختلاط، اختلاط الناس والبنات والأولاد، كثر الاختلاط، فالفتنة أشد والحذر أكبر. فعلى أولياء البنات أن يدققوا في شأنهن وأن يتابعوهن وأن يضبطوهن، لأنهن أمانة في أعناقهم. وفساد البنت يشوه الأسرة كلها، ولا حول ولا قوة إلا بالله، يشوه الأسرة والبيت كله، وتصبح هذه البنت لا قيمة لها في المجتمع، فهو موت، موت أشد من الموت الذي هو نهاية الحياة، هو موت للمروءة، وموت للحياء، وموت للدين والأخلاق. فعلى ولي البنت أن يستعين بالله ويصبر ويتابعها إلى أن يسلمها إلى زوجها، إذا جاءه من يرضى دينه وأمانته سلمها له بالزواج، وإلا فهو المسؤول عنها. الرجال قوامون على النساء: قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. نعم.